استكملت لجنة صياغة الدستور في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة إسماعيل الوزير، استكملت مناقشة الصياغات الأولية المقترحة من مجموعتها الفرعية للمواد المتعلقة بصلاحيات ومهام مجلس الاتحاد. وشرعت لجنة صياغة الدستور في استعراض ومناقشة المواد الأولية المقترحة من المجموعات الثلاث المنبثقة عنها الخاصة بصلاحيات الجمعية الوطنية ضمن تنظيم السلطات الاتحادية. هذا وقد استكملت مجموعات العمل الثلاث المنبثقة عن اللجنة إنجاز مشاريع النصوص الأولية المتعلقة بهوية الدولة والأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأسس الدفاع والأمن، وكذا النصوص الأولية المتعلقة بالسلطات الاتحادية الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.